طب أزمة السويد المتعلقة بما يقال في وسائل الإعلام اختطاف أطفال المهاجرين أو اختطاف أطفال المسلمين في هذه البلد، كيف ترى هذه الأزمة القوية؟ يا أخي نحن للأسف يعني كأوضاعنا أوضاع المسلمين عموما في وضع ضعف شديد، يعني الآن نمر في مرحلة الانحطاط. مرحلة الانحطاط تتكالب عليكم الأمم كما تكالب الناس على قصعتها، فهم يتعرضون في كل مكان. ولكن يجب الواقع أن نميز أمرين. الأمر الأول، ما مدى الأخطاء التي يرتكبها المسلمون في البلد الذي يعيشون فيه، سواء كانوا من أهل البلاد الأصليين أو كانوا من الوافدين، ما هي الأخطاء التي يرتكبونها فتسبب نوع من المواجهات على مستوى المجتمع بدل أن تسبب نوع من التفاهم؟ أذكر لك كمثال عملي واقعي. في هولندا قبل السويد، تعرف أن الإساءات ظهرت في هولندا، وأحدها كان من يلدا سادة، أحد السياسيين الذي نشر فيلما عن الرسول صلى الله عليه وسلم. في تلك الفترة رفضت كل الإذاعات والتلفزيونات في هولندا أن تنشر له شيئا مما هو أنتج كفيديو، يعني تسجيل مرئي. رفضت، الأحزاب تبرأت منه، رئيس الوزراء كتب رسالة وجهها للمسلمين وقال نحن نرفض هذا. رغم ذلك تطلع دعوة كبيرة واسعة النطاق يجب أن نقاطع هولندا. هذا بدل ما تكسب أصدقاء تكسب أعداء، تسبب أعداء. فأحيانا نحن نرتكب أخطاء كبيرة كمسلمين أو كعرب أو بأي صفة أردت كهوية، نرتكب أخطاء على حساب علاقاتنا الاجتماعية والثقافية في البلدان التي نعيش فيها، فهذا يجب أن يوضع في الحسبان. الأمر الثاني، أن النسبة المئوية تلعب دور، بأن القوانين تلعب دور، ونحن نضخم الأمر، يعني نسلط الأضواء، وهي بالإعلام نقع فيها أكثر من سوانا، لأن هناك نوع من سبق صحفي، هناك قضية عامل الإثارة. أنت إذا أتيت إلى خبر أنه تقول يختطف أطفال المسلمين، غير لما تأتي والله إلى خبر أنه والله يعتنى بأطفال المسلمين، يعني كإعلامي تجد أن هذا فيه إثارة أكثر، فأحيانا تقدم هذا الخبر على ذاك. طيب ما هي نسبة الأطفال المختطفين في السويد؟ هل هي أعلى من نسبة الأطفال المختطفين في مصر أو في بلد آخر؟ ما أذكر مصر بالذات. يعني يجب الواقع أنه راعي، لكن فرق بين تدخل الدولة أو تدخل حكومي وعصابات مجرمة تقوم بهذا الأمر مثلا. يعني عصابات مجرمة ممكن أن تقوم في بلادنا فلا تتحرك الدولة. أنا مسؤولية الدولة هذه في نهاية المطاف.